الكل عارف ان حرب اكتوبر كانت نقطة تحول كبير، بس اللي مش كل الناس عارفاه ان الحرب ما خدتش 6 ساعات زي ما بيتقال. الموضوع اكبر من كده بكتير. بعد ان افقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. العبور ما كانش مجرد انجاز عسكري، ده كان استعادة لكرامة الامة. طب انت عارف ان تجهيز الحرب بدأ قبلها بسنتين؟ العبور ما كانش التحدي الوحيد للجنود المصرية، الجنود واجهت تحديات كتيرة جوه الصحراء. طب عارف ان كان في كوبري اسمه الكوبري السحري؟ الجيش المصري كان بيستخدم فكرة الكباري المتحركة اللي كانت بتتحرك على قوارب صغيرة عشان تعبر قناة السويس، ودي كانت فكرة عبقرية خلت الدبابات والمعدات تقطع القناة بسرعة، رغم ان الاسرائيليين كانوا فاكرين ان الموضوع مستحيل يحصل بالسرعة دي. ده غير المصريين استخدموا اشارات كاذبة قبل الحرب بشهور، كانوا بيعملوا تدريبات بشكل متكرر عشان لما تقوم الحرب يعتقدوا ان ده جزء من التدريب، ودي كانت اكبر خدعة للجيش الاسرائيلي. الجيش المصري كان بيعمل عمليات تدريبات ومناورات على مستوى واسع بشكل يخلي العدو ما يشكش ان هي تدريبات عاديه. حتى الاسرائيليين نفسهم افتكروا ان الحرب مش ممكن تحصل في يوم زي يوم الغفران. يوم الغفران يوم مقدس في الديانه اليهوديه، بيخصصوا له الصوم والصلاه والعباده وحتى التوبه، وبيمتنعوا فيه عن الاكل والشرب والعمل كمان، يعني تقدر تقول اجازه رسمي زيه زي العيد عندنا. كلنا كنا عارفين ان الهجوم الساعه 2 الظهر، وده كان اختيار دقيق جدا. السبب ان مش بس وقت صلاه الجمعه بيكون فيه هدوء عند العدو، لكن كمان كان في حسابات ان الشمس بتكون بزاويه معينه بحيث الطيارين الاسرائيليين ما يعرفوش يشوفوا كويس من الضربات الجويه. من يوم 6 اكتوبر ليوم 25 اكتوبر المعارك ما وقفتش. يوم 6 اكتوبر تحديدا الساعه 2 الظهر اقلعت اكتر من 200 طياره من القاعده العسكريه في اقل من 15 دقيقه، والعدو ما كانش واخد باله. بس اللي ما تعرفوش ان الطيارات دي دمرت اكتر من 90% من دفاعات الجو الاسرائيليه في اول ساعه، يعني سلاح الطيران المصري مش بس فاجئهم، لا ده حطهم في حاله عجز تام عن الرد. وعلى فكره استخدام خرطوم ميه لتدمير خط بارليف كان اقتراح مهندس مصري مدني مش عسكري، وده خلى الضربه غير متوقعه تماما. كل تحصينات العدو انهارت قدام الفكره دي. العدو كان بيحاول يلاقي اي مخرج، بس الجيش المصري كان ليه الكلمه العليا. بعد الحرب جت مفاوضات السلام واستعدنا سينا بالكامل، وبكده استعدنا كرامتنا. حرب اكتوبر كانت اكبر من مجرد معركه، كانت انتصار لاراده امه قررت انها ما تتهزمش ابدا، وده الدرس اللي اتعلمه العالم كله. النهارده بنفتكر مش بس النصر، بنفتكر كمان الابطال اللي صنعوه. وبكده ابقى وضحت لك ان الحرب ما خدتش 6 ساعات.